هل في الكنائس هل يرقص؟ يغنوا يدفن الصالحين روما من ديفني لا حتى وإن كان يفعل هذا هذا ليس من الدين. لا لا يقول لا يأتي أحد ويقول أن الغنى دين الرقص دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نجعل المساجد أماكن للرقص؟ ونغني فيها. هذا خراب للمساجد. هل رقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ المساجد هذه لابد أن تكون عامرة بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالاستغفار. والله من العجب من العجب أن الفيل أكبر دابة تمشي على وجه الأرض خافت أن تتعدى على بيت من بيوت الله. ما استطاع الفيل أن يتقدم لخراب بيت من بيوت الله. وعندنا بعض الناس عاقل ويقول أنه مسلم ويتعدى على المساجد. لو تقول له نصنع في بيتك هذا يقول لا أرضى. ندفن الأموات في بيتك يقول لا أرضى. هل يرضى الرئيس أن ندفن الأموات في بيته؟ هل يرضى ترضى أن نجعل بيتك مكان للرقص واللعب؟ لا يرضى. لكن المساجد كل من يريد أن يصنع أي شيء فيها يصنع ولا إشكال. لماذا؟ لأنه لا ليست ملكا لشخص، هي لله. ومع هذا يسهل على كثير من الناس التعدي على حق الله. فأي شيء يخطر على بال بعض الناس أين يصنعه؟ في المسجد. يقول أحسن شيء نجعل في هذا في المسجد. القبور في المساجد أصبحت. الرقص في المساجد. الأكل والشرب في المساجد. النوم في المساجد. حتى الآن من يلعب بهذه الهواتف في المساجد. يقول بيتي ضيق لا يستوعب الناس في العزاء. العزاء في المسجد. حتى أصبح البحث عن الأشياء المفقودة في المسجد، إعلان في المسجد، إعلانات في المساجد.
بدل أن تكون هذه البيوت يرفع فيها ذكر الله أصبح هذه البيوت يرفع فيها الشرك. تقول المشكلة ما لي هم يلازم هم يفعلون هذا ذكر الله لازم يفعلون الشرك. ألا يوجد فيكم من يدافع عن هذه المساجد؟ ألا نخاف من الله؟ لماذا تخاف على بيتك ولا تخاف على بيوت الله؟ حتى بعض الناس الآن أكرمكم الله يدخل في نعلي المسجد ولا يدخل في نعلي بيته. مرأة كانت تقوم المسجد تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت. دفنها الصحابة. ليس لها شأن. لا يعرف أحد. سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام لعظم ما تصنع تنظف المسجد. ذهب وصلى على قبرها ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الوحيدة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. تنظف المسجد من الأوساخ. كم لها من الأجر؟ فكيف بمن ينظف هذه المساجد من الشركيات من البدع أعظم أجرا. اتقوا الله في هذه المساجد. والله ائتمنكم الله عليها. حافظوا على هذه المساجد. اجعلوها عامرة بذكر الله. من يريد غير هذا يصنع في الخارج أو في بيته.